بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما خلصنا الويب اب بتاعنا كويب عادي، محتاجين نبدأ نشتغل بقى على ان احنا نحول الكلام ده لريستفول اي بي اي. عشان احوله ريستفول اي بي اي معناه يبقى اي بي اي اقدر اكونكت عليها من اي ابلكيشن خارجي، سواء كان ويب اب او موبايل اب، من خلال الاي بي اي. ودي الجيتس او دي الواي اللي بنقدر من خلالها بنتعامل مع الابلكيشن، من خلال يو ار ال بسيط ببعت له داتا وبيرد عليا بداتا من غير ما اخش في تفاصيله. فيبقى بعد كده الموبايل ابلكيشن بيتكلم مع الاي بي اي، او الويب او الفرونت اند اللي ممكن تركب على جانجو تقدر تتكلم من خلال الاي بي اي دي، وتبقى منفصله عن اصل الباك اند، ويبقى ساعتها تحول جانجو هنا الى باك اند اب مباشره. عشان نعمل ده هقول بي اي بي اللي هو البايثون انستول باكجز. هقول له انا عايز انزل حاجه اسمها جانجو ريست فريم ورك، تمام، لان هي دي اللي هتساعدني في ان انا جانجو ريست فريم ورك، تمام. اقول له انون كوماند، مش قادر يعرف الكومنت ده عشان انا يمكن نسيت كلمة ريستور. هو يبدأ كولكتنج ويبدأ يعمل ايه؟ انستليشن. كويس جدا. بعد ما يعمل انستليشن هروح على السيتنج. احنا موجودين في السيتنج اهو، وكنا في عندنا بقى الانستولد ابس. نرجع كده للانستولد ابس. ادي الانستول ابس اهي، كنا منزلين شويه حاجات، وكنا منزلين اخر حاجه ريست بي اي. هقول له بص بقى احنا عايزين ايه، نقول ان احنا عندنا ريست اندرسكور فريم ورك، خلاص عشان دي يبقى موجود عندنا في السيتنج، تمام. هروح بعد كده لو عملنا فايند كده على كلمه ريست، خلاص مش غير الكلمتين بتوعنا. هقول له انا عايز اعمل اعدادات تخص الريست فريم ورك ده. فهم عامل ايه؟ هم جاي كاتب ريست اندرسكور فريم ورك، ماشي، وابدا اعمل لها بعض الاعدادات اللي احنا عايزينها نحطها يعني، تمام. ادي الايه الاعدادات اللي احنا عايزين نبدا نحطها في الريست فريم ورك. هقول له عايزين طبعا الريست فريم ورك ده مفترض انه يبقى ليه بريميشنز، ليه حقوق، مين يقدر يوصل للريست فريم ورك، للريست اي بي اي دي، مين يقدر ياكسس اليو ار ال والميثود دي او لا. ففيها شويه شغل كده تفاصيلي، بس احنا هنحاول نقوم الموضوع كاساس، وبعد كده ربنا يكرمنا يبقى في كورسات فيها تفصيل اكتر من كده. لكن دلوقتي خلينا نقوم الموضوع بتاع الريست فور اي بي اي. اول حاجه بنحدد حاجه اسمها الديفولت بريميشن، والبرميشن الحق البرميشن الديفولت كلاسز يعني الكلاس الاساسي اللي احنا عايزين نحدده يبقى بالنسبه لنا هو ده الحقوق الطبيعيه، او اللي الحقوق البسيطه اللي هتبقى موجوده في الاول. فاحدد الحقوق اللي مفترض الريست فول اي بي اي فريم ورك يسمح بيها. هقول له ان احنا عايزين نريست سكور فريم ورك دوت بيرميشن دوت بيرميشنز، ماشي، يبقى ريست اندر سكور فريم ورك اللي هو كان فوق دوت بيرميشنز. البيرميشنز اللي عندي هقول له بقى انا عايز مجموعه من البيرميشنز. هقول له يبقى ريست فريم ورك ده اللي هنقصد بيه تاني، نقصد بيه ريست فريم ورك اللي احنا منزلينه. دوت بيرميشنز الحقوق اللي احنا عايزينها، هقول له دوت جانجو، تمام، جانجو موديل بيرميشنز فور اي نان ريد اونلي، يعني يا اما معاه حقوق معناها ان جانجو مديني بريميشنز ليه حقوق يخش على الحاجه، او هديله بس حقوق ان هو يريد اونلي. انا هعملها معاكم واجرب.
تمام، اللي هي بتاعت جانجو موديل بيرميشنز اور ريد اونلي، وهرجع اغيرها في الاخر ان انا عشان عايز اعمل الاد والابديت والديت هفتحها، لكن المفترض ان احنا كمان نخش بدي تفصيليا. بس خلينا نقول ان احنا عايزين نقوم الريستفول فريم ورك بتاعنا بالبرميشنز الايه اللي احنا محددينها دي، ماشي. وعشان كده هروح كمان عشان احدد الحاجات بتاعت خاصه بالار ايلز، هروح على يو ار ايلز دوت باي